الغربال شعار الأهلي عالمي. طب قبل ما ناخد الشعار ده آه. ممكن بس عشان يعني ضميري يبقى مرتاح خالص في موضوع هنا جودة ده آه. أنا عايز أعقب تعقيب صغير. خلاص أنا قلت من ناحية الشكل مش عايزين نقحم بنتنا في هذه المشكلة. ما يصحش هي اللي تطلب حقها، في وراها نادي قوي يقدر يجيب حقها، وفي قبل كده وزير وفي ناس مسؤولين عن الرياضة. لأنه أنا بفكر في البريك قلت الله اللي بيخلي الكلام ده يطلع دلوقتي لازم في حاجة قلقانة منها ها هنا أو أو لا أمورها، خلينا واقعيين يعني مصرتها اه يعني إيه اللي يعني ما هي مصنفة رقم واحد، كيف يتبادر القلق إلى ذهنهم إلا إذا كانوا شامين حاجة. لازم يبقى فيه شفافية، ولازم يبقى فيه اعمل تصفيات واعمل اللي انت عايزه. اذا كنت عايز تعمل ابناط للترتيبات المحلية اعمل تصفيات اخرى، لكن اذا كان في حق لاي رياضي كفاية بقى اللي شفناه بصراحة في هبة عبد الرحمن وهبة عبد الحميد ابطال ما احناش عارفين امتى هيرجعوا الملاعب يتنافسوا ويجيبوا لنا ميداليات. لكن هنا لا، دي مشروع عالمي يجب دعمه، يجب دعمه، وان احنا نجري ورا حقها زي ما نصحتها. لا هنا ساقاتل على حقها باذن الله. تمام. شعار الاهلي عالمي بقى كان موقع 442 الانجليزي 442 معني بكره القدم وانديتها العالميه، ابرز الشعارات او شعارات الانديه المختلفه حسب الموقع. بايرن ميونخ جه في الترتيب الاول من حيث افضل شعار لنادي على مستوى العالم. ابردين الاسكتلندي كان الثاني، ميلان الايطالي الثالث، اياكس الهولندي الرابع، ومين الخامس؟ خامس شعار على مستوى العالم الاهلي. شعار الاهلي ياتي في الترتيب الخامس. انت اللي بصيت في قائمه ال 100 جهاز، 100 شعار. انت اللي بصيت لي. اه طبعا، لان انا لازم افهم الناس اه قيمه يعني ايه الشعار. اه هو 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 كده رسمه وبنقعد نتشعبط وراها، ولا هي بتلخص فلسفه معينه؟ الحقيقه الشعار دي ثالث مره يتغير. اول مره كان عليه التاج الملكي، لكن بعد 52 كان ما ينفعش يبقى عليه التاج الملكي. اه فتغير الى الشعار اللي قعد برضه حوالي 50 سنه لما رحنا كاس العالم للانديه 2005 واحنا قاعدين تحت، كان الكابتن حسن حمدي جه يوميها يعني زياره 48 ساعه ورجع مصر. اه وقاعدين بقى رحمه الله عليه ابراهيم صالح عضو مجلس الاداره، واستاذ صفوان واخرين يعني شيل. كابتن طارق، كابتن طارق وكابتن خطيب وانا حقيقه خطر في بالي ان احنا كان الكابتن صالح نفسه يعدل الشعار، نفسه يعدل الشعار. قال لي ان الشعار عايز حاجه قويه كده، بس ما كانش فيه مناسبه. فقلت لهم يا جماعه احنا هل الشعار اللي موجود ده يعبر عن المرحله اللي احنا عايشينها؟ لان الشعار ده تعبير رمز القوه. عايزين حاجه يعني وفرصه بقى، ما حدش هيقول لك انت بتغير ليه دلوقتي؟ احنا داخلين على الالفيه الثالثه يعني سنه 2000، انت بتجهز ل 2003 ل 3000 3000 المهم كنا في 2005 كنا في 2005 بتجهز ل 2100 واخد بالك؟ فانت وخدت نادي القرن ووصلت كاس العالم للانديه، اصبح هناك مبرر انك عايز شعار فيه الاضافات اللي تخليك تشعر بكل هذه المعاني فتصمم هذا الشعار. اذا انا ليه بقول الكلام ده؟ الشعار ده لما تصمم عبر عن مرحلة، عبر عن فلسفة، عبر، ولذلك فاز. لأن في كل معاني القوة لما تشوف النسر بتاعنا عامل إزاي وهو يتأهب للانطلاق. اللون أنت في 2005 أنت كنت استعدادا للمئوية في 2007 بقى. أيوة كان في مناسبة تستدعي أن أنت تعمل هذا الكلام. كل المزايا دي وحطينا بقى فكرة أن كل النجوم تباعا ترصع هذا الشعار. فالشعار بما يمثله
من ناحيه الشكل والمضمون والفلسفه والمعنى يستحق هذه المكانه. مش عايزه مناقشه واللي احبوا يبوخوا الموضوع وقال لك ده متصنف الفابيتك. لا يا حبيبي، بايرن ميونخ انت نبهتني ان الترتيب الاول بايرن ميونخ، الترتيب الثاني ابردين الاسكتلندي، الثالث ميلان. الرابع يبقى اياكس، الخامس الاهلي. يبقى البي والام مش ممكن قبل الاي بالظبط. لكن في كل اتلتيكو مدريد الاسباني في المركز ال11، يليه مباشره برشلونه ثم ليفربول، جه في الترتيب 56 متفوقا على مانشستر يونايتد 59. الموقع البريطاني حط بيراميدز في الترتيب 77 والزمالك في المركز 99. طيب هنا بقى الرسالة يا جمهور الأهلي الجميل، يا جمهور الرياضة المصرية العظيمة، عليكم أن تفخروا بالأهلي شعارا ومضمونا. وهي دي قيمة التواجد العالمي يا جماعة، خلوها ترتيب أبجدي. ما هو لو ترتيب أبجدي وانت بتحط الأندية المصرية في قائمة 100 نادي على مستوى العالم، ده حضور كويس. خلينا دايما نبص للجانب المليان من الكاس، لانه ليك ثلاث انديه ليك ثلاث انديه في قائمه ال 100 نادي في العالم، مترتبين ابجدي، مترتبين حسب شكل الشعار والجاذبيه اللي فيه او حسب التصويت عليه ليكن، بس في كل الاحوال انت موجود بثلاث انديه في قائمه 100 شعار لنادي في العالم. والاهلي من احسن خمسه، والاهلي يجي في المركز الخامس ايا كان الترتيب وايا كانت المساله. هذا حضور يشرف الكرة المصرية أو يشرف الرياضة المصرية عامة. إذن عندما يكون هناك قصة تنطلق من شعار يبقى الناس تلتفت إليه. بالضبط، حبوا شعاركم ودافعوا عنه. طيب على سبيل برضو هذا التدعيم المهم جدا لعلاقات الأهلي مع الأندية، لأن هي مهندس عدلي استهل الحلقة بأهمية الرياضة في التقارب وأهمية العلاقات. نفسنا نرجع نمارس الرياضة ونستمتع بالرياضة ونتفرج على الرياضة من خلال قيمها اللي بيحرص عليها بالتأكيد النادي الأهلي. وكان حرص الكابتن محمود الخطيب على مد جسور الثقة والتواصل والتآخي مع الأندية الشقيقة كهدف من أهداف النادي الأهلي وجزء من رسالته مع محيطه ومع مجتمعه. كتب الأستاذ سامع فتاح في المساء بيبو والزيارة الذكية متحدثا عن زيارة الكابتن محمود الخطيب لناديي سموحة والاتحاد وما حظي به من حفاوة وترحاب سواء من المهندس فرج عامر أو من الأستاذ محمد مصلح. اسكندرية ليها مكانة في قلب كل الأهلوية وتاريخ طويل من العلاقات الطيبة والروح الرياضية، وتجد الأهلاوي يشجع الاتحاد والاتحادوي يشجع الأهلي. صحيح.